السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بأحبائنا في قناتكم مبنيني. أحبائنا صالون مبنيني توجو بريزون في قاعة عرض تاعنا. ندير لكم شرح فيديو تفصيلي تاعو شان إعجابكم. نذكركم حنا متواجدين بالقلعة ولايتي بازا وندير لكم خدمة النقل والتركيب حتى للدار. عندنا لي شومبرا كوشي لي ديسينغ لي صالون لي كليك لاك اي سورتو لي نوفو زالمور تاعنا. بسم الله ما شاء الله بزاف شابين إن شاء الله تلقاهم فيديو بروشان إذا إعجبكم. لو صالون تاع اليوم سي لو صالون مبنيني. هذا لو صالون ديسپونيبل اون 5 بلاص بلس البوف 6 بلاص 7 بلاص ميم اونيل. اللي عنده زاويه في الدار حاب يدير صالون مبني اونيل نخدم لكم اني حسب المقاييس تاعكم. ستوندار كيما راهو معروض الان فيه 2 بلاص ديمونسيون تاعو 1.70 3 بلاص ديمونسيون تاعو 2.30 بلس لا بوف صغيره بيان سور. هذا لو صالون مبني لو سوكل تاعو راهو كامل اوتور اون بوات يعني ما فيش دي بي كيما ساتان صالون تلقاو دي بي. هذا راكم تشوفوا لو سوكل داير كومبلي حول لو بونكيت سوا 2 بلاص و 3 بلاص. هذا لو سوكل لو بالبوات راهي لا كولور تاعو كولور ناتور يتغير اللون تاع لو سوكل حسب لو توسي. كاين بزاف كوموندو لو صالون مبني في لا كولور غريز يقول لك خدمني السوكل في لا كولور نوار كيما يقدر يكون السوكل في لا كولور مارون كيما يقدر يكون السوكل اون كولور بلونش. بالنسبه للخدمه تاع لو صالون لا دونسيتي 30 فرانسيس تاعو لو دو تاعو جي كابيتوني لي زاكودوار بسم الله ما شاء الله راهو معرض. ونمدو لكم على صالون مبنيني ربعه لي جوتي. هذو لي جوتي نتوما تخيروا لو تيسي تاعهم كيما تخيروا لو تيسي. شوفوا لكم لا غام دي كولور لو تيسي تاع لو صالون تخيروا لي جوتي وتخيروا لو سوك. الله يبارك عندكم اكثر من 43 كولور تخيروا بها لو صالون تاعكم مبنيني. السعر تاع لو صالون مبنيني اون 5 بلاص 5 اماكن اللي تجي معاه اوبسيون تاع البوف زياده 9 ملايين و400 واصل عندكم حتى للدار. كاين ديك نقول لك ماذا بيا صالون 6 بلاص يعني 2 و3 والان بلاص السعر تاعو 11 مليون 500 واصل عندكم حتى للدار. واللي يحبوا اون 7 بلاص يعني 3 بلس 2 بلس 1 بلس 1 يسقام لكم 13 مليون و900 واصل عندكم حتى للدار. حاجه اخرى اللي راهو انتريسي وعجبو لو صالون مبنيني حنا النيميرو تاعنا 0662 29 96 58. هذا رقم فيه الفايبر الواتساب الماسنجر والايمو. ابعثوا لنا قال لي حاب نشوف عندي اكثر من 40 كولور خدمها في صالون مبنيني يعني بلوس لي كليون ديو لا كوموند بلوس عندنا دوطر كولور خدمناهم وصورناهم. نبعث لك فريمون راح تكون عندك نظره مميزه حول لو صالون مبنيني لي فريمون تري بون صالون الحمد لله راهو ماشي. واللي يحب يزورنا في قاعة عرض مبنيني مرحبا به هذا شرف كبير لنا. في هذا الفيديو احبائنا ما تنسوش تعطونا اراكم من خلال التعليقات. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.